طبعا بخصوص ترشيح ريبر احمد، هناك تفاؤل واضح موجود على الشارع كل يوم، الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا، وهو داعم بشكل كبير لمرشحه ريبر احمد البديل عن هوشير. ريبر احمد قدم اوراقه قبل تقريبا 5 ايام، وجرى دراسه السيره الذاتيه له بشكل جيد، وتبين انه هناك حسن سيره وسلوك بشكل كبير جدا، ولذلك تم قبوله بشكل مباشر للترشيح الى رئاسه الجمهوريه. كما ذكرت قبل قليل، الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعم مرشحه وبقوه الى ان يصل لمنصب رئيس الجمهوريه، وهناك تفاؤل ايضا ان ريبر احمد هو الاقرب بشكل كبير الى هذا المنصب. نعم. طيب، بالمقابل يعني هنالك اسماء عديده يعني امام ريبر احمد، وهنالك يعني تنافسا بين الديمقراطي والاتحاد. على الطرف المقابل، الاطار التنسيقي يعني ارسل مبادره الى الطرفين الكرديين. هل يعني من معلومات مما يخص الديمقراطي الكردستاني حول هذه المبادره ووجهه نظره؟ نعم، كما ذكرت أنا قبل قليل أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعم مرشحه ريبر أحمد كونه الأقوى بين المرشحين البقية. وتم ذكر من خلال المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني أن منصب رئاسة الجمهورية يحتاج إلى شخص مسؤول وشخص قوي لشغل هذا المنصب. وريبر أحمد كما ذكر المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني أن ريبر أحمد هو يمتلك كافة هذه المواصفات، لذلك هو الأقرب للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية. أما بخصوص الدعم المقدم للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيبقى ريبر أحمد كما حصل مع هوشير زيباري. هوشير زيباري كان مرشح التحالف الثلاثي. طيب، بعد ما حصل مع هوشير زيباري، الآن دور ريبر أحمد أيضا هو مرشح التحالف الثلاثي، ويحظى بدعم كبير من الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري والسيادة أيضا في نفس الوقت.